نعشبه. شو السواقة هاي؟ الحين ما بتخبروني كيف بنطلع الموتر؟ اسأل ابو العراف. اقول بنشوف له نوقات مني وبنشبقه. زخن الحفر تحت الحين. غبره الحين ما فينا عيون بيتكن تراب. خله هني ما بيشرد. خلنا نرتاح شوي. هيا شويه وخلاص بنشوف له صرفه. يا ربي يا ربي امي زرمسيهم مره مرتين ثلاث شو بيستوي بك يا ولدي؟ هذيلا يبقون ناس كباريه. شو ناس كباريه؟ يعني ناس كبار في السن شوابها؟ يعني عندهم فلوس. واسمعني بعد، ترى عاد عفرة امس قالت لي انه ولدكم ما عنده خيمه ويرقد الا في الحوي. يا ربي يا هالعفرة يا ربي. زين الحين شي زين امي؟ زين شي الحين يبتلي الرمسخ التي عفرة وغيرها يتشمتون فيني؟ انا ساعات اشككم انتو والدي مخليني كذي. الحين انتو امي وابوي ابنولي سبله في البيت ابنولي خيمه. يا ولدي من وين؟ بيزات ما شي. وانت اسمعني عاد، خذ حليلها مو زو بنت عباس. اي عباس، هذا رياله كبيره ومتزوجه. اي داد بيداد يا قلو، اي داد بيداد، خلي بني يفكر روحها. لا هاي ما تعرف مصلحتها، ما تعرف تقول اسمها. يلا اشوف، خلا تقول هنا اسم كند. قولي اسم كند يلا. اي مام، انتو ما تبغون تعطوني عيال قبايل؟ سووا اللي تبغون تسوونه. عيال قبايل، عيال قبايل، يا حسين الموزع عيال قبايل. ها نقول مبروك. شو نقول مبروك؟ خلنا ندور واحد ثاني احسن. اقول عبيد اخرط هزرك بتوافق ولا ما بتوافق؟ الله الله العالم عاد. توافق ما توافق الله العالم عاد. تعال تعال، وين ساير منك؟ تعال تعال ياسر، تعال من تعال. وين انت؟ الله يهداك، تعال من تعال عبيد. سلام سلام والرحمه سلام. تعال تعال عبيد، تعال تعال. هدا هدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو وياي؟ منو بعد؟ زوينه. ها زوينه بشري. ابشرك الحرمه وافجت. بشرت الله بالشهاده. هذه الاخبار اللي تسر القلب. بس ها ترى مهرها 300 ربيه. عبيدان سمعت اللي انا سمعته؟ ايه خرب خرب. ابوي زوينه اتاكدي زين ما زين 300 ربيه ولا 300 انا؟ هلا يا ابوي سهيل 300 ربيه اذا باغي، واما باغي با روح دور لك وحده ثانيه. باقي يا بنت عمي باقي. بس عاد ها اصبري علينا، المهار باكر ورا باكر والعرس سكيتي. لا با هي باغيه تعزم ربعها. اسمع بيدانا. الله يهداك يا زوينه. اي ربعها؟ كل ربعها اللي في سناينها قصوا. اي ربع بعد هاي؟ عاد هذه الرمسه ما باغينها منك يا سهيل. خلاص خلاص يا زوينه خلاص، فالكم طيب. عاد اسمعوني، نحن بنيب الذهبه وبنيب المليج. زين زين. يلا بيدان يلا سلمي عليها سلام وايد. قولي لها سهيل سهيل بن سهيل يسلم عليك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا عبيد يلا روح عبيد يلا. يلا من يانا حي الله من يانا. الله يحييك ويبجيك. تفضلوا ابوي تفضلوا تغدوا. قول سعيد مرحب. شو عندك اليوم مسوي عزيمه؟ ما شيطان عمرك، انا بيزاتي زادت قلت اسوي لكم عزيمه. أنا أول مرة أسمع واحد يقول بيزاتي زادت. العادة الناس يسكون الفقر. وأما بنعمة ربك فحدث. زي يوم الله هاتذ يا سعيد، إيش حق عيل ما عزمت الفقراء المساكين سهيل وعبيد؟ الله يهديك يا حماس، تراك أنت موقظ اللوه، إيش تبابهم؟ كلامه صحيح يا سعيد يا أخوي، هذيل الواحد يعني يحتاج يعزمهم مساكين هذيل. تصدق؟ يا عم محيميد هذا الريال دومه يتضارب وياهم،
دوبه يرسلهم ناش منهم نشبه يا ابو، وهذول مساكين لا حول لهم ولا قوه. خلف ابوي تبون اروح اقول لهم؟ حاضر ترى انا. انسرت يا خلف ابوي، لا اكلنا العيش واللحم وتركنا لك العظم. هذا العلن اللي ما نداني في الفريج، عزايم خش ودس، هذا اللي ما نداني. عز عز تضرب ما تدري ما قلنا شيء، تونا نحن بادين. عند عصاك من ناقتين. ها ليكون بادين من وقت، ها تحملوا. تامنا مدوا عيدكم وسموا بالرحمن. يلا ابوي. السلام عليك عمي محيميد. ها ايه عمك محيميد هذا. اروح لحمنات انه. ها خماس خلف ابوي اكو جول مصفعين قايلين ليهم. ها لا تقول انا ما خبرتهم، هاي اكيد شامين ريحه الاكل من اخر الفريج. نعم هذا اللي قطعوا هاي. ابوي اسمعوا، قولوا اللي بتقولونه، انا مشغول. اقول عبيد ايش قال عرفت بالعزيمه هاي؟ انا شفت الصب سلمت عليه، قلت له ها ما حد ذابح، ما حد مسوي ذبيحه، ما حد مسوي شيء. قال لي سعيد ذابح. قلت لا اله الا الله، وعلى نياتكم ترزقون، نيتنا طيبه يا وعد الله. نعم يا الله يا الله. هاي السالفه. ها ما من شر عبيد، كان اللي حد خوز عنك الصينيه كليت حيفه. مو براضي تطلع الحين لو عندنا مطيه ما بخير لنا. يا ابوي قلنا لك ما تعرف حق المواتر، بس ما تسمع الكلام. زين يا جماعه الخير، خلونا نتريى المطر ليه ما يصب، وبتسوي الارض رويانا وبيتحرك الموتر. شو هذا الاخبال هذا؟ اسكت انت اسكت. ما عليك منه، هذا ياهل. خلي الشور عندي، ايش رايك نخلي الموتر هني؟ الله ينطبه وسامانه. شو يعني بعد نخلي الموتر هنا؟ يعني نكمل طريقنا مشي ونلقالنا حد وبيوصلنا. شو نخلي الموتر هنا؟ هذا امانه في رقبتي، شو نخلي فيها الرمول؟ نعم صدق ابوي نصيب، وانسرق علينا الموتر وبعدين؟ عيال انا بروح، واللي فيكم بيروح وياي. يا مرحبا بك، يلا خلا. شو يعني هاي نذاله؟ هذه مريله. اجلس انت وربيعك هنا يتعشونكم الذياب وانا مروح. عمي نصيب انت ما قلت لي ان هني ذياب. يقص عليك يا ريال ماشي يا ذياب. شو يقص علينا؟ بسير يا سير بسير. تعال تعال تعال. وين بسير انت؟ امانه في رقبتي. يعني انت بتوديني البيت؟ بوديك. زين. شو هالحاله هذه؟ قلنا لكم ايش تبغوا بابا؟ هاي مشاكلهم. دخيلكم يا جماعه بموت. لحقوا علي. لحقوا علي. اجتلتني هاي الحيفه. بالله والقدره. وش لك؟ أنا مو كنت مستعيل، كله مستعيل عمي وما تشوف بعد جالس. غطفصني وقام يلهط الله يهديه. أسعد فكوني من رصفتكم، فكوني من رمستكم يا جماعة دخيلكم. دخيلكم يا جماعة الخير، شوفوا لي دوا خيلة. يا جماعة شبناكم يالسين، قوموا طالعوا الريال بيموت، يبوا له خيلة. ها 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 وين ها شبناك ماشي عندكم أدب. أدب أنت اللي ما فيك أدب، عقب الغني أنا استغلت على خلق الله. ادب يعني ابغى اسير زوع، ابغى اسير زوع. سعيد شوف الله لا تسير، قلت لكم بلا بدنا نشوفهم ما صدقتكم. طب يا ايلو عشت عقب اللقمه الطيبه هذه كان بيزاوى علينا. خماس الريال مستضر، وان شاء الله عبيدان بيرد سالما قائما ان شاء الله. تركت الثاني سالما قد شيء ساير الحرب وابوي بطيب ابوه. جت الرصاصه. تعال اخوي الموتر مغرز مثل ما تشوفه من دفن، عاد نحن نبغي شويه نقلصه لان نحن في مقطع يا اخي ما نقدر نجلس هنا. عندك حبال انت؟ زين بنحط الحبل قدام وانت خلي الركاب هذا يمشن والموتر بيمشي وراه. يلا عندك حبال؟ يلا تعال.
صافية. دورت لك سمك صافي عند بياعة السمك ما لقيت. جبت الجش. هات. كان جبت لنا صافية يوم ما لقيت. أنا ما عندي صافية إلا وحدة. أنتِ. خلي عنك هالرمسة. كان ما قلت لي البارح بتزوج عليك حرمية ثانية. أنتِ قلتي لي شوف حرمة وأنا بزفها لك. وأنت مرة؟ عالدقة؟ دقة؟ أعوذ بالله. أنتِ كل يوم لك راي. يوم تقولين كاسر خاطرك ويوم تقولين ظالم. وانت بالله شو رايك يوم واحد يتزوج على حرمته وهي ما فيها شيء؟ زين شو يكون؟ ما بظالم؟ ما فيها شيء؟ ترى ما فيك عيال. انا ما فيني عيال؟ جيش تشوفني نخلة ولا سدرة؟ الله كريم. يلا شايع. تعال تعال كف تعال كف اركب. وين بنسير؟ وين بنسير بعد؟ بنسير فريجنا. بس ها اتحمل تقول حق الناس ان غرزينا ويا النوق وقلصوا لنا. سمعت؟ ان شاء الله ما بقول. ايه من الحين اقول لك ان شاء الله. ايه تفضحنا قدام الناس. تيود. يلا ها. بسم الله بسم الله. تلاحقني يا سيلي ودعمي. تلاحقني يا سيلي ودعمي. بموت بموت بموت. الحيفة هاي تستلتني يا ودعمي تستلتني. تقول جني صارت سم العقرب. يلا يلا يلا. اذكر الله اذكر الله. الياس ما فاد وياك؟ الياس وداس الله يطول عمرك. انت بعد الياس سيل سيلي ودعمي. اذا ماتيت الفانيل والوزار حقك انت. بس الفانيل والوزار بس. تشو تشو من الوادم. انت ياس تواسيني ولا تبغى تورثني حسبنا الله عليك؟ لا رحمن رحيم. هودي هودي عباس تعال تعال تلاحقني يا عباس. غربلني تغربيل. تعال ياك ياك. لا حول ولا قوه. تعال يا عباس تعال تعال تعال. لعوزني تلعويز. غربلني تغربيل. ها ياك ياك ياك. بسم الله بسم الله. اسمعني يا بيت لك عشب. شو هذا العشب الزين؟ شو هو هذا العشب الله يهديك؟ شو هو؟ شو اسوي به؟ عشب ياكلوني لا. الله يهديك يا عباس. انت من الطريق تعال كل الله يهديك. ها ها تتعم تتعم شوي. ها 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 هذا مر يا عباس مر. اسمعني يا عاد عبيد بتاخذ الدواء قصبا عليك. مر شوف مسكه. مر وتعمي يا سيل. ما تنهاجر. قول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. زيده زيده عديت. ها 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 فلاح له. زيده زيده. خف. بسم الله كله 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 كله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تارك يوعان. كم مرة تسألين؟ لو ما بيوعان كم ما أخذت؟ وانت شو استوالك خلاك ترد؟ أنا أسلمك مغرز عني الموتر. رد عني الريال. إنزين ما عليه خيرها بغيرها. إيه صدق الموتر بيأخذونه عني ونحن ما قدينا شيء. إيه عاده نصيب. أقول لك قبل عدلة يأخذون عنك الموتر. إنزين رتبني فيه ووصلني عند أمي باس أسلم عليها في دبع. ورديش؟ في دبع. دبع على شغول إن شاء الله. أنت مش دبع على شغول. وديها دبع. أنا أقولها ما كدنا تقول ودني دبا. أنت شو أنت أحم زينة مش تشتري لنا في دبا من زينة؟ وحدة عيوز عازرة مخرفة. لا تعرف اللي رمسها ولا تعرف اللي يصير ولا تعرف إيه. منو بسيت رمسين أحطبها. خاف الله يا نصيب. هذه والدي ولازم أزورها. أنت ما تستاهل الأكل. شنو فشلت؟ بس انتبعت يا
ياك ياك حاضر. السلام عليك عمي. بطي مرحبا ابوي، ايش حالك؟ كيف حالك؟ عسى باشر يا ولدي، خير ان شاء الله. خير بويهك عمي، سهيل وعبيد جايبنهم، هم يبونك ان شاء الله. عيل انا ترخص، تامرنا بشيء؟ توكل على الله يا ولدي، توكل على الله. مشكور مشكور يا بطي مشكور، ما قصرت يا ود عمي. يمسيك الخير يا ود عمي. مساك الله بالنور يا ود عمي. السلام عليك عمي خماس. عليكم السلام، حيا الله سهيل. ها ابوي خير ان شاء الله، عسى باشر جايني في هالوقت هذا خير. شوفي عبروا. يا الله عاد على الباب. شو على الباب؟ شو تبغون؟ يا الله عاد ابوي اسمع عاد. بعد ما يستوي طال عمرك، اذا ما تبانا نتفضل ترى بنروح. ما 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 لا 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 لا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ها تفضلوا ابوي تفضلوا، طوفوا طوفوا تفضلوا، حياكم الله. يلا يلا هات 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 شوف يديك. افا يا عمي خماس، كذا تفشلنا؟ اي نعم افشلكم، وش حق ما افشلكم؟ افا عليك عاد يا ود عمي يا خماس، عاد قلنا انت طال عمرك مثل ما قال بن ظاهر، ولا تايس الارض الكسوحي من الحياء، فكم دافر الودياني سي العتادها. انا ارض الكسوح؟ الهي والقدره، حلمك كنت ما تستحلوي، حلمك بيهيني في بيتي وتشتموني وتقولون هالكلام. يلا برا برا، شو برا؟ عيب عيب يا عبيد عيب، يا يتشحلها تعميها. هذا خماس، هذا خماس تقول عنه الارض الكسوح؟ آفا آفا يا عبيد، هذا خماس الخير كله اللي حطيته على اليرح يبرى. انت ما سمعت بن ظاهر شي يقول عنه؟ ما بشعرك هذا، اسمع شي يقول: ان الجمال صعبة مرقاها، لولا صعوبتها رقاها الدنبلو. شو بعد هذا الدنبلو؟ ايه عاد الدنبلو يعني التيس شرواتك. يعني هو دنبلو تيس؟ أنا التيس؟ أنا التيس يا سهيل؟ ها؟ منو قال؟ نحن قلنا؟ حشا حشا يا خماس، نحن ما قلنا عنك تيس، نحن قلنا أنت صاحب كرم وشهم وبتوافق. زين أنا ما وافقت، معناته إني أنا تيس. سهيل ود عمي، قم قم قم، كأن اللي أخرناها في الرمس، قم قم نش نش، قم نش يا أبوي، تخرتها في الرمس، قم قم قم، خلنا نروح أبوي أرضنا، قم. اي نعم خرتوها وايد، انا قلت هذي بعد. يلا توكلوا يلا. عيل يلا ابوي، ثمان الله ثمان الله ثمان الله الكريم. يلا ابوي الله يحفظكم، في بال الله في بال الله. ود عمي خير؟ خماس اروح عندكم تشامي، ما يتوهم عندكم؟ شو تروح؟ تشامي عندكم في البيت؟ مني مني توهم عندكم؟ اقول بقره، عندنا البقره هناك. اي تتوهم؟ ما ادري عندك بقره تتوهم. يلا يلا يلا، شوف اعطي عرض بكفاك. يلا يلا ول يلا، سير سير هناك عند البقره، عند جدتك. كم سر سر يلا، ما عندي لسانه هالطول. يلا برا برا، ابركت فيكم. شو عندك يا ريال؟ انا جاي هني تروح جابي، يتوهموا في البيت عندي انا هني. الهي والقدره، ليش ياسي تحرطن؟ طفروني، طلباتهم ما تخلص بولي. يا حليلهم يا خماس، هذول حمام الجنة. نو حمام الجنة؟ هذين حمام الجنة؟ أنت سرت الجنة وشفت بعينك؟ أنا ما تخبرت، أنت من يعلمك الدين؟ استغفر الله، أنت شبراك هديت علي يا ريال؟ ما أدري عنك تقولي لي حمام الجنة؟ لا تنسون تخربطوا بالدين. وبعدين أنت الحين تعرفين هم شو يبغون عشان تدافعين عنهم؟ لا، شو يبغون؟ يبغون يشتغلون وياي، يبغون يبيعون يشترون في البيوت والأراضي، يعني يبغون يصيرون دلالين مثلي. زين ما فيها شيء، خلهم يساعدونك وانت تكسب أجرهم. إلهي والقدرة، أبا إنك أنت عجيبة غريبة، شكايلة خليهم. أنت تفهميش تقول أنت العاقل وتقولين هذا الكلام؟ شكايلة يعني يبيعون يشترون فيها البيوت، شكايلة يصفون حق الناس البيوت وهم ما يشوفون، شكايلة. والله راحت عن بالي، صدق شلون هم عميان. فهمتي الحين؟ عرفتي ليش رغتهم؟ يلا ابو يلا سيري خيمتك، شوف سيري يلا يلا. حمام الجنة
إلهي والقدرة إذا هيينا حباب الجنة. صبحك الله بالخير يا سعيد. صبحك الله بالنور. ما شاء الله. زين زين زين. صغير على قدكم. زين زين جزاك الله خير. ترى حق الصغاري مو بحقينا. بالله عليك عطني شربة بابل ريجي نشف ريجي. اي ما عندي خلاص. وما يا بولي هالي شوف طالبين ناس. أفا. خل عن كاس سالفة انت. انا اقول انت ايش رايك تدش البحر ويا عيالي وتعلمهم شو يسووا بهذا انا ما اعرفها. ادش البحر؟ ضحك يدي ضحك يدي يا سعيد الله يهديك. ضحكت يا قرقطك الله يهديك. يا ابوي انا البحر ما يخصني فيه. انا اسوي قراقير الياخ وبس. البحر يا اخوي من سنين ما دخلته. افا افا يا حسن شو الرمسه هذه؟ خل عنك حد يلعب. وخلاك وخلاك يا سعيد يا اخوي انا ما يخصني بالبحر. يا ولد الحلال لا تحلف يمكن تعرف بس ناسي من زمان. صدقني صدقني يا اخوي. المهم عطني جيمه القرقور وخلني اسير اجابل شغلي. ما علي ان شاء الله بنعطيك جيمته بس خلينا نجربه يمكن ما يبسمك. شو قال نشتري؟ بنجربه بنعطيك ان شاء الله. شو؟ بنعطيك ان شاء الله فريج واحد العنب. وين بنصير؟ بنجرب القرقور؟ هي هي اذا يبسمك ان شاء الله. حاضر. حسبي الله ونعم الوكيل. قول ابوي قول. ما يرمس هذا؟ يرمس لكنه متروع منك. ايه اسمي شوفته تروي الضميان تشفي العليل. بسك عاد يالس تتغزل فيه اكثر ما تتغزل فيه. خليه يالسني. بودي عند امه. خليه يالس عندنا اليوم. اعرف اختي ما بطيع اعرفها زين المازي. قوم حبيبي. يلا تعال. وين ساير مستعجل؟ عاد اليوم انا بسيبك كتف الموتر شوي. اقول لك سوينا اليوم غدا برانيوش. يا الله بالستر يا الله بالحمايه يا نصيب. حد يتغدى خنفروش؟ انا ما اقول خنفروش اقول برانيوش برانيوش. هذا عاد الواحد يوم يكبر يوم يكبر يخرف ويستوي اصمخ. مفتاح؟ ايه نعم مفتاح. عطني المفتاح اشوف. مفتاح شو؟ مفتاح الموتر. مفتاح شو يعني؟ شو نحن متفقين اسبوع ما كملنا خمس ايام؟ والله ما لي شغل. الشيوخ يبغون الموتر. شو يبغون بعد الشيوخ الموتر؟ هذا لا هو شغلك ولا شغلي. عطني المفتاح قلت لك. يا ريت خلنا بنتهنى ما تهنينا فيه. نصيب لا تعور راسي. قلت لك عطني المفتاح. زي بوصلك. لا توصلني ولا شيء. عطني المفتاح قلت لك. هاي الفرحه اللي ما تتم. هذه فرحه فقاره. عطني. خليك ابوي فقير. ولا تطالع فوق وايد. خل الموتر خله. السلام عليك عمي. وعليكم السلام. الحمد لله. حوالك انت؟ الله يسلمك. عمي شو رايك تاخذ من عندي قليلين غاز؟ ترى يقولون عقب بينقطع وبيخلص. كيفه؟ وش؟ وش بيصير يعني؟ بتقوم الحرب؟ لا عمي ما بتقوم الحرب. بس يقولون بيغلى. بصراحه انا حبيت اخبرك. شوف يا خلف ابوي اخاف تقص علي انت. عفا يا عمي شو اقص عليك؟ تدري عاد انا ما بغيت قليلين ابغى قرشتين. موجودات طال عمرك موجودات. توكل على الله. السلام عليكم جعفر. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. وينك انت؟ الكبر لله. شو شو الكلام اللي تقوله هذا؟ شو الكبر لله؟ انا براسي بعد ما ارتفع الله يسلمك انا مشغول. عمي هذه القرشتين وين حطها؟ اخ تعال حطهم في كيسي حطهم داخل الدكان. اي والله انا سجلهم على الحساب. ايه سجلهم على الحساب. بس عمي الحساب زاد. انا لله باكلهم عليك انا كل شيء بحساب وبعطيك فزادك ابوي. المهم خبرني حق شو تدورني انت؟ والله وش اقول لك مالك بيان من زمان وش عندك انت؟ موجود انا موجود. عمي انا بسير تامروني بشيء؟ لا سلمك الله. صالح تبغى غاز؟ غرشه واحده طرش البيت ان شاء الله. يلا بارك الله فيك. بارك الله فيك. يلا في امان الله. شو تبغى انت الحين؟ يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله نصيب.
جعفر عطني غليون بحرق صدري. ايه نصيب بلاك منتبخ، شو صاير عليك؟ اسكت يا اخوي، انا ما مترقع من خذوا عني الموتر. اكيد اخرتها بياخذونه منك. الصدق يا جعفر، الموتر وراه مكدس، اللي تحصله انت في شهر انا احصله في يومين. المهم ما علينا من كنت، خبرني حق شو زاكرني. والله وش اقول لك يا صالح، بغيت استشيرك في موضوع. خير ان شاء الله. البيت منا يا عمي. انا من قبل سنه رحت عند خالي في البحرين هناك، وشفت عنده معلق على باب الدكان ورقه يكتبون عليها اخبار الديره. زين، وشو المطلوب مني انا؟ يعني ابغي اعلق على باب دكاني مثلهم، واكتب عليها اخبار الدنيا واخبار الناس. ها يعني تقصدون قيل وقال؟ شو حق تطلعوني؟ لا تعلق على حكيي، لا تصير ملقوف. المهم اسمعوني عدل انتو، اسمعني انت، مثل ما يقول قيل والقال والاخبار ما دارها اللي تكلم عنها في المحل، شو يعني شو تقصد فيها؟ انا ابغي رخصة من عندكم علشان لا يصير الناس يتحجون كذا ولا كذاك. اه زين، واحنا شو رخصنا؟ ان شاء الله تعلق ريورك على باب المحل، شو اللي خص احنا؟ جعفر يخاف من الجوكم. شو الجوكم هذا بعد؟ اول مره يتحكى عدل، كلامه عدل نصيب، يعني انا يكون في حمايه القانون احسن. انا تراني ما فهمت عليك. شقايل ما فهمت؟ هذا وانت شرطي تقول؟ اسمعني عاده، انت ما يخصك، فهمت انا ولا ما فهمت؟ يعني انا اذا كنت في حمايه القانون ما حد بيقول لي شيء. يا ولد الحلال اسميك انت سالفه، انت بتسب الناس ولا بتكتب اخبارهم؟ حش، انا بجيب اخبار الناس، بس تعرف ان الناس اصناف يا خلف ابوي. ما عليك اكتب يا جعفر، هذا القرطاس اللي تقول عنه انا شايفنه قبل، كان تبغي اخبار بجيب لك. والله حلوه هذه، تعال اشتغل مكاني بعد. هي والله زين، اسمعني ابوي جعفر، انا بتشاور يا جون وبرد عليك. بس يا خلف ابوي، جون بيسافر والموضوع عندك انت. وين بيسافر؟ شوفوا عاد، انا اذا عصبت تراني ما اشوف اللي قدامي. واشوف هذا الشيطان يسد مجرى الدم عندك. تعوذ، تعوذ من ابليس. انا اتعوذ منكم انتم قبل ابليس. اربوا بحد مطفرني في الفريج اللي انتم، اخاف ارفسكم رفسه يقولون هذا خماس ما في قلب رحمه. الله يطول عمرك يا ود عمي يا خماس، حق ترفسنا زين. الله يطول عمرك، احنا جايين نقول اذا غيرت رايك ولا شيء يعني. بتاعت اغير رايي في الشو؟ اتحب من صدكم تبغون تشتغلون وياي؟ اي نعم طال عمرك، فعليك انت، بس لو تعطينا بس انت شويه، لو تعطينا بس مثل ما يقولون شويه، احنا بنبيع لك الفريج هذا قطعه قطعه. يا ربنا انت بس عبيد، انت تدري انك انت عمي وما تشوف ولا نسيت؟ ادري يا ود عمي يا خماس، ادري. حد ينسى هاي الظلمه اللي عايشينها؟ اي قولي بالله عليك، شقايل بتبيع بيت وانت ما شفته؟ الله يهداك يا خماس، الله يهداك. اسمعني ابوي خماس، نحن نستعمل الفطنه، والفطنه اشد من العين. لا هي والقدره، الفطنه اشد من العين. وين جت الفطنه والفتنه؟ انتوا تبون تضحكون الناس علي؟ ها ضحكون الناس علي انا؟ ابوي قوموا سيروا مدام النفس راضي عنكم. يلا يلا. الله يطول عمرك، انت جربنا بس، جربني انا وجرب سهيل ود عمي، عطنا قطعة ارض اذا ما بعناها ها لا تشغلنا، شو رايك؟ صدقه اخوي عبيد، نحن ندور لقمة الحلال وما لقيناها الا عندك. يا سهيل يا ود عمي، الرحمة ضاعت من قلوب الناس يا ود عمي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بس بيصيحون، بس اسكتوا خلاص، اسكتوا. شوفوا انا عندي بيت استوى له 6 اشهر ما حد شرى عني، بجربكم وبعطيكم هذا البيت وبشوف شو بتسوون. ها هذه فرصة لكم. ان شاء الله طال عمرك يا ود عمي، يا خماس ان شاء الله من العين هاي قبل هاي. خلني يا اخوي بشوفه. وليش تشوفه؟ بسلم عليه. شي امه انت، ابوه اخوه،
لا انا ابغى اشتغل عندكم، وانت تبغى الصدق ما فيكم فايده، يمكن جون يحن علي. يا ابوي الريال مشغول، الريال بيسافر. بترياه اسمك حنان والله لا. خلاص بشوفه. السلام عليك. عليكم السلام. وينو صالح؟ عافري شحوالك؟ شعلوم العرس؟ الحمد لله. وينو صالح؟ موجود. شي عندك؟ وليش تسأل؟ يقولي ليش تسأل؟ الحين أنا الضابط. شو؟ الضابط. سامحني يا نصيب، ما أدري بك إنك تشتغل هنا. شو عندك؟ خلصني. صالح طالب مني كسيف. وهذا الكسيف بفلوس ولا بلاش؟ لا هذا هدية مني. أشوف. يب هذه رشوة. بس أنا صادريتهم، تحمل مرة ثانية ترش القانون، القانون ما بيوعان. سمعت؟ يلا يلا. لا تخافون. يلا امشي انت. او سلام الله ابوي. تيامن 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 تيامن. منه 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 زي هكذا. مرحبا ابوي سعيد، اسمح لنا مستعجلين، تامر شيء؟ انت ما تقول لي وين قالص هذه الاشارات التك والدوبه، وين مودنهم؟ نحن صرنا شركه ويا خماس. سيل انت مو بشريكي ولا نحن استوينا شركة، انت تشتغل عندي. يا جماعة خبرونا شو السالفة. يا ود عمي يا سعيد، ابوي قمنا نبيع ونشتري ويا 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 خماس. لا خوش صبيان كفو. خماس تبغي تبيع الناس عمياني؟ الهي والقدرة. زين كذا زين كذا. هذا الحين هذا الحين رفيجي ويقول لي هذا الكلام ويرسي يضحك علي، هذه اولها. زين على الأقل ما نبيع سوالف حريم. أقول سعيد عندنا حرمة مربية، ما عندك الحبة الحمراء؟ لا عندي الحبة السوداء. يا البوي عطنا الحبة الصفراء، را الولد اللي جايبتني جاسنا بصمار. ما تبغون فلفل أسود مثل شعوركم؟ تعالوا قدام قدام يمين يمين يمين. ايه نصيب بلاك يا ابوي مسوي ازق. انت حرام عليك ريال، وشفته شو تبغى بعد؟ يا اخوي انت شو حقه زعلان؟ ريال رحب فيي وعزمني. وشو دراك انت برمستهم؟ انت اللي فاتح الجيك وتهز راسك، شو دراك بالسوالف؟ صالح أتبى تموا تضاربون الحين؟ يا أبوي خلصونا، أنا عندي شغل بعدها بصير البيت وبنشل سيمانة منها، خلصونا. أكو ياهم. أوكي سالي هاي سيو. جود جود. مستر جون مستر جون وين ساير؟ قل حق صالح أنا بصير وياك. وين نو نو ليفم. ما في مشكلة ما في مشكلة مشكلة ما في مشكلة. لفم لفم ما في مشكلة. يلا يلا صالح لفم لفم الله يهديك.